ثم كتشوفوا دابا حنا ماشيين هاد الايامات مع مقاطعه ودابا زاد ناس حاجه اخرى قال لك بوطه يزيدوا فيها 90 درهم سالينا مشي بوطه سالينا مشي غاز يفحم دابا تا الله الدوله تا حنا نرجعوا كونترالي لهم دابا تا حنا كيتسمى الا زادوا في بوطه خصهم يجريو علينا وصافي ارفعوا الدعم على البوطه نطيبوا في الفحم نقطعوا بابا سالينا كنهضروا نيشان واش حنا تبقاو تزيدوا في الحليب تزيدوا في الماء تزيدوا في البوطه شي نهار تزيدوا لنا تاب حنا تزيدوا لنا في الحوايج نبقاو نخرجوا على الله حشومه زعما عايب الحكومه قالوا غيرفعوا الدعم على السكر غيرفعوه على البوطه وصافي ذبحونا قتلونا وصافي هادشي اللي كاين انا كنقول لك يا الحبيب الا زادوا في البوطه نقطعوا بابا ابي بال الفحام والعواد سالينا في الحليب ما دارنا زادوا لنا في دانون ما دارنا زادوا لنا في كل شيء ما دارناش غنبقاو ساكتين هيدا دابا حتى البوطه يزيدوا فيها بزاف غنبداو نطيبوا على الفحم حنايا الشجر موجودين نجيبوا اللواح غنبداو نطيبوا على القصب على ايش ما كان ما خصناش بوطه منقطعون على بوطه اخوت حنايا مع مقاطعه منقطعون غنبقاو صامد منقطع تفكينا شي تما الحليب عساك زايدين في البوطه شنو هادشي هذا؟ الناس ما عندها شي انت باش تخلص الكرا والما والضو عساك انتوما كتزيدوا لنا في المعيشه الله وما دام منكر اخوتي تعاملوا معنا تعاملوا مع دابا العواشر الدرويش بوري كيفكر في خصو يشري الحويجات لولادو وخصو يدخلهم عاوتاني للمدرسه عاوما تجي العيد كبير في الطريق ما كتفكروش مره ما كترحموش ترحموا شويه صاحبي الدرويش ما عنده بوري ما ياكل انتوما كتزيدوا في بوطه شنو هذا والله وما دام منكر بوطه تردوها 90 درهم نيادة الله يا خير بوطه سمعت يزيدوا لها 98 درهم بزاف حنا يدراه واش الطبقه المتوسطه حنا 40 درهم ما كناش كنقدوا باش نشريو هذاك 90 درهم وباش نطيبوا ديك الساعه شنو نشريو فحام باش نبقاو نطيبوا لا ماكله لا والو زادوا في الحليب زادوا في بوطه الله يا خير ماشي الدوله هذه سرق بزاف على هذا الشيء عينا من هذا الظلم هذا قال لك ساكتوا عن الحقيقه شيطان اخرس وانا في نظري الى مشاو تزادوا في البوطه راه باغيين ينوضوا شي مشكله اللي ما عمرها ناضت في هذه البلاد علاش البوفري ليه الله في هذه البلاد المسؤولين ما كيشوفوش من جهته لا من ناحيه الضرائب لا من ناحيه بزاف الحوايج حشومه بوفري راه صافر ما بقى ليه يدير قنبه على راسه ويقتل راسه عامله 90 درهم بزاف اخي حنايا المصروف ديالنا خدامين حنايا 70 درهم في النهار كيفاش حنايا نتعايشوا حنايا مع هادشي هذا 70 درهم راه ما تكفيناش ما حسنا مصروف بحال سبومبيرس ما حسنا الحليب ما حسنا دانون ما حسنا الفطور للدار ما جبرنا ما نعملو اخوتي كنطلب من مسؤولين ينقصوا لنا المعيشه ديالنا راه حنايا المعيشه ديالنا زايده يا رب ان شاء الله يا رب يتعدل لنا وكنطلبوا من المسؤولين ينقصوا لنا ماتشي هذا كامل وبوطاس طيح اخوتي خصنا شي ترجع ب 90 درهم خصنا تكون اقل وخصها تكون 30 25 المهم خصنا تفهم سبحان الله اخوتي